والرينج دي هي رينج اتاتشمنت للتصوير فيتس اللي هو اوبتيك نيرف هي الفيتس اللازق هنا لما بعد سيب الرينج دي موجوده. This is called the vice ring. ده اسم العالم للتشو الساينتي. This is the vice ring and this is the sure sign of posterior vitreous detachment. يعني بنفحص عيان العلامه دي موجوده نقول ده 100% العيان ده عنده posterior vitreous detachment. ISS. So dynamic vitreous detachment might pass without complications, might produce retinal tears, might produce a function of one of the small peripheral retinal capillaries. تاني خطوة في حدوث الانفصال الشبكي is the development of retinal pigs. أنا أجي أبص عيان بيشتكي بخيالات كده وفلاشز قدامه، بفحص الفنجس بتاعه في النص شايف حاجة، بس كويس بس كويس عشان كده التنشن. لو انا بقى افحص كويس وبصيت على الابر بارت اوف ريتنا I can find this retinal break. There is a break here. Large size retinal tear superiorly. لما اكتشف العين في المرحله دي هعمل ايه؟ هكتو على جهاز الليزر اعمل له ليزر بيكن to prevent the development of retinal leakage. Laser for coagulation of the edges of the retinal break. ده عيان جه اشتكى قال يا دكتور انا كل حاجه بشوفها بلاقيها معوجه خط مستقيم انا ايه كارفت حد الترابيزه نازل كده وطلع عملنا اكزامينشن بفانجس لقينا الديسك كويس البس شكلها كويس لكن لقينا في الفرونت اوف ذا ماكيلا وي كان فايند ذا وايتش تيشو هير. This is what we call an epi macular membrane. ده غشاء تكون فوق الشبكه. This membrane contracts distorts retina بيعرق سطح الشبكيه ويخلي الصوره اللي تيجي هنا ما تبقاش صوره كومبليت لا يخليها ريجولار فوتوجرام. لما جينا عملنا فحص للشبكيه العضويه لقينا ده. This is a large retinal break. ده اقطع حصل في الشبكيه. These pigmentations are defensive mechanism of retina to prevent the passage of fluid through this retinal break and to prevent retinal detachment. ده العين بتقاوم حدوث الانفصال الشبكي انها تكون البيجمنتيشنز دي عشان تمنع سائل انه يعدي منها. لكن القطع ده حصل والريتنال بيجمنت كتير اللي موجود جوه خرجت منه خلايا وقعت من فوق كده على الماكينه والخلايا دي هي اللي حصل لها بروليفريشن which formed this retinal break. العيان ده محتاج ان انا اقفل الريتنال بريك ده ومحتاج ان انا اشيل الريتنال بريك ده. هقفل الريتنال بريك عشان ما يجيلوش انفصال في الشبكيه هشيل الايبي ماكينال ممبرين عشان الصوره اللي عنده المعوجه اللي فيها وات بيقول ميتامورفوسيا تبقى كوركتد اند ريجولار. في صوره عيانه عندها 45 سنه كانت تشتكي من انها فيها خيالات كامله قدام عينها. لما جينا نفحص الشبكيه شايف الديسك صعوبه وغير من الديسك بتفرج عليه شايف واتس ذس ذس از ريدش ماس ان ذا فيتريس كافيتي. ذس ريد تيشو از فيتريس كافيتي مش ده نزيف حصل في العين نتيجه الشبكات قطعت. اول ما نلاقي النزيف ده لا لازم نفحص الشبكيه كويس قوي. لما فحصناها كده لقينا ريتنال بريك هير قطع كده انذر ريتنال بريك هير ولقينا ريتنال بريك تاني في الجزء ده من الشبكيه مور ريتنال بريك. في الحاله دي العيان ده لازم ياخد ميديكيشنز عشان الفيتر سامج يروح ولازم نعالج الريتنال بريكس دي بالليزر تريتمنتس. الريتنال بريكس اللي احنا بنتكلم عنها حاجة مهمة وأساسية وهي العلامة الأساسية المهمة في الانفصال الشبكي الأولي. And these are classified according to the pathogenesis of retinal tears and retinal holes. يعني إيه retinal tear؟ Retinal tear is a retinal break which is caused by vitreous traction. الفرق بين retinal tear و retinal hole، retinal tear بيسببوا شد الجسم الزجاجي و retinal hole بيحصل نتيجة degeneration of the retinal tissue. So retinal tears and retinal holes are both retinal breaks. These are formed by vitreous traction and these are formed by degenerative change of the retina. According to the morphology of retinal breaks, we might find holes which are usually round or oval. We might find U-shaped retinal tears, incomplete U-shaped, operculated tears, dialysis and joint retinal breaks. How are we going to This is a rounded hole, this is an oval hole present in a lattice degeneration. في تغير مهم في اطراف الشبكيه اسمه lattice degeneration.
تغير شبه ورق الخنص كريس كروسنج لاينز ان بيزنت بريتنج اند ذس بيشنت هاز انورمال ديسك ديسنس اور ذير از ا لارج هول ات ذا ماكيولا العيان عنده ماكيولا هول This is another patient who is high myope having a perimacular corneal atrophy and a small hole at the macular area. There is fluid here and this part of the macula is detached. And this is the photograph of the same patient. This is the same patient. This is the same patient. But after that, we have to solve the problem. The problem is that all of them are right. The vascular pattern is not there. It is not there. And this hole is no longer seen here. Retinal plates, they look like this, and this is what we call horseshoe-shaped retinal tear and flap tears, and this is U-shaped retinal tear, and this is large and regular retinal tear. This is what we call a giant retinal tear. يعني ايه giant retinal tear? Giant retinal tear is a tear which is extending more than 90 degrees of the circumference of the globe. الأقطع العملاق بتاع الشوكية هو قطع يمتد أكثر من 90 درجة من السيركمفرنس بتاع العين، السيركمفرنس 360 درجة، لو الشوكية في المحيط بتاعها مقطوعة أكثر من 90 درجة، this is what we call a giant retinal tear. في صورة عيان عنده تير أكثر من 180 درجة، لو بصينا للصورة دي، this is the lower part of the retina, this part of the retina is attached. لكن عليه ورقة كده. ايه الورقة دي؟ ده هي دي الشبكية العلوية اللي اتقطعت كتير قوي واتقلبت على تحت. So normally you cannot see this. This is the outer surface of the retina. ده الكورايت وده الاوتر سيرفيس اوف الريتنا. مش بنشوفه ابدا. احنا مش شفناهوش هنا غير عن الشبكات قطعت ووقعت اللي فوق على تحت. This type of retinal detachment is a difficult type of retinal detachment. It has to be built by sophisticated techniques. لكن لغاية ما ينفعش نصلح العينة ده مشكلة دي. بس دلوقتي بقى فيه وسائل خلينا نصلحها فعلا. According to the location of retinal base, these retinal base might present at the oral level. The oral هو an anterior insertion of the retina. ممكن retinal base تبقى هنا. ممكن تبقى موجودة عند الإكويتور مسافة حوالي 14 مليمتر سكوت بلينبس. ممكن تكون بين الأورا سلالة والإكويتور بنسميها بوست أورا ريتنال بريكس. ممكن تكون ورا الإكويتور بنسميها بوست إكواتوريا ريتنال بريكس. ممكن تكون كانت ماكلا بنسميها ماكلا بولز. ثالث مرحلة في حدوث الانفصال الشبكي هو حدوث بعد الانفصال ريتنال بريك ما يتعالجش يدخل زائد يفصل الشبكية. This is a break which allows fluid from the retinal scaffold to go inside and separate the new sensory retina from the retinal pigment epithelium. دي degeneration مهمة بس عايز ما تنسوش شكل degeneration ده. The myopic fundus, this is one fundus, the interior part of this myopic fundus shows this lesion. This is a lattice degeneration اللي هو خيوط على شكل خص كده موجودة وpigmentation. So this is what we call a pigmented lattice degeneration. ده موجود في حوالي 6-8% من النورمال population. خدنا 100 واحد منهم كشفنا عليهم هنلاقي 6 او 7 او 8 عندهم التغير ده. التغير ده بيبقى موجود اكتر قوي مع عينين الانفصال الشبكي. التغير ده في حد ذاته لوحده ما بنعالجوش. لكن اما يكون associated with risk factors it should be treated. Treated to prevent development of retinal tears. وادي عيان عنده lattice degeneration في upper part of the retina واللاتس degeneration ده سبب دخول سائل من القطع الكليدة وفصل الشبكية. This is the retinal plate ده القطع بتاع الشبكية وده اللاتس degeneration. This is what we call a lattice related retinal tear. المعلومات دي مهمة. العيان اللي بيجي له انفصال الشبكية بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من فلاشز اوف لايت. قلنا الفلاش سببها تراكشن اون ذا فوتو ريسبتورز. بيجي يشتكي من خلايا بتتحرك قدام عينه بنسميها فلوترز بتاخد شكل سلندر ريلينج شيب وباستي يعني دايره كده بتتحرك اللي اسمها فايس رينج او صورة خيوط زي خيوط العنكبوت سان كوب ويبس او سادن شاورز انسايد ذا اي خيالات زي بوش كده اللي بتاخد قدام عينك
انا قلت لكم الكلام ده وكده فلاش فوتوز. هم امتى يحصلوا الجنين؟ امتى؟ يحصلوا دي علامات حدوث تصير فكره ستاتشن. فلما عيان بيشتكي من فلاشز وفلوترز بس العلامات دي مش علامات انفصال شبكيه، دي ممكن تكون علامات انفصال الجزء الخلفي من الجسم الجنبي. الامتحان اللي فات لو في الكلام ده المجموعه اللي فاتت السنه اللي فاتت عندنا قالوا لهم واحده من الكيس اللي جت في الامتحان بيقول لهم واحد مايو عنده نقص 14 درجه مايوبيا بقاله 10 ايام بيعزل مش عارف يطلع من بيته ويروح مكان تاني. بعد ما راح البيت الجديد اشتكى ان هو بيشوف فلاش في الارض، شاف نور قدام عينيه، اشتكى بعدها ان هو بيشوف خيالات قدام عينيه. لو القصه الكيس اللي جت للعيانين كده بس هقول ان ده عنده بوسيبل ديتاكشن، هو بيعمل فلاش فلوتنس، لكن هو زود بقى كمان لهم. وبعدين في اليوم الثاني بعد ما عمل فلاش فلوتنس قال راح الدكتور قال انا الحاجات اللي تحت ما بشوفهاش وانا ماشي مش شايف الحاجات اللي تحت. الاسئله اللي جت على الكيس كده محدده، اول حاجه دايجنوز فاميلي دايجنوز. لو كان قال فلاش وفلوترز وخلصنا كنا نقول ده بوسيبل ديستنت، لكن قال لا، قال في حاجه ثانيه، قال في فيلد افكت، العيان مش شايف الجزء السفلي بتاع الشبكيه، وده يعني بالنسبه لنا ده ابر بارت اوف ريتمنت ديتاتشنج. الجزء الاولي بتاع الشبكيه انفصل، الجزء الاولي بتاع الشبكيه هو اللي بيشوف الحاجات اللي تحت، لما ينفصل العيان ما يشوفش الحاجات اللي تحت. هو راح قال للدكتور انا مش شايف الحاجات اللي تحت، انا شايف راسك بس مش شايف بقيه جسمك اللي تحت. It is clear. This is the diagnosis of pigmatogenous retinal detachment. ده عيان مايو اشتكى من فلاشز وفلوترز واشتكى من فيلد ديفكت. السؤال الثاني اللي جاي له للطلبه، تتوقع يكون الريتنال بريك فين؟ لما يكون عيان عنده ابر ريتنال ديتاتشمنت غالبا بريك فوق. تتوقع انه يكون سبير ريتنال بريك. والسؤال الثالث، تعمل ايه العيان ده وده هنعمله لما نوصل للمرحله الاخيره. So flashes and floaters if coupled with the field effect this is a very strong evidence that this patient is developing retinal detachment. طيب failure of vision، هل العيان اللي بيجي له انفصال في الشبكيه بس يجي لك نظر وحش؟ امتى العيان يجي نظر وحش؟ لما الفيورد يوصل للماكله الكريه، لما الفيورد تاتش الماكينة. لكن ممكن جدا عيان يجي عنده نوتلايز ماكينة تاتش على سوبيريلي او انتيريلي ان الماكينة از اتاتش، الماكينة ما انفصلتش لسه. فاكشن عليه الاقي مثلا 6 على 6 ما فيهوش حاجة لسه. As long as the macula is in place there is no failure of vision. Failure of vision occurs when the macula gets detached. الأربعة سيمبتومز دول مهمين you have to keep in mind. عيان بيجي بقى يشتكي مايو تاني شيك فلاش وفلوتر وفيه ديفكت انا بقول ده قبل ما اقولكش عليه غالبا عنده انفصال شبكيه. لازم اخد الاجهزه بتاعتي وافحص الشبكيه. الاجهزه اللي بفحص بيها الشبكيه هي ايه؟ افحص الشبكيه ازاي؟ حد من زمان ده يقول لك مصري ولا مصري في نوعين دايركت ودايركت وبوث دايركت ودايركت الكروسكوب بيسمحوا ان احنا نعمل فحص للشبكيه. دايما دكاتره العيون هتلاقيهم بيستخدموا الدايت والتلسكوب في الريزولوشن. دكاتره النيورولوجي والبطن بيستخدموا الدايت والتلسكوب، والدايت والتلسكوب دول لازم تشوفوها، حاجه بتمسك ايدك كده وتقرب العين تشوفها على عين. هتلاقيهم ما بيستخدموهاش لانها بتدي ليميتد فيلد، فيلد اللي بشوفه صغير قوي، لكن في الدايت والتلسكوب بيدي فيلد واسع اقدر اسكرين بيه شغلانه. بس ده استخدامه اصعب وبيحتاج تريننج، فعشان كده دكاتره البطنه دي عايزين يشوفوا الديسك، عايزين يشوفوا الديسك اللي حواليه، ده مش مهم عندهم بقيه الشبكيه، مش مشكلتهم عند بقيه الشبكيه. احنا بنعمل فحص تلسكوب ودايت ودايت، وايه تاني؟ حد قال سليب لامبس، نعم سليب لامب يستخدم في اكزامينشن ذا كورنيا، الانتيريو تشامبر، ايريس، بيوبل، اللينس، انتيريو بارت اوف ذا لينكس، بس الست لامب ما يقدرش يخليني اشوف الجزء الخلفي من الجسم الزجاجي وما يخلينيش اشوف الشبكيه. عشان اشوفهم لازم استخدم ايه؟ نو ست لامب بلس ايه؟ بلس لينزز.
بنستخدم عدسات مع السيستم بنقول نيوترلايزنج ليز عدسات نيوترلايز ريفلكتيف باور في الجوهري. احط عدسه عشان تبعد قوه التقنيه وتسمح لي ان انا السيستم اقدر اوصل لغايه ريت اللي اشوفه. العدسات دي اسمها نيوترلايزنج ليز كونتاكت ليز عشان تلزق في عين عيان وميدي نون كونتاكت ليز. فانا بستخدم الميكروسكوب بانواع والاستلام بس لازم يكون معاه نيوترلايزنج ليز. وفي حاجه ثانيه اسمها ريتروسكوب استخدمه ولا استخدموش؟ ليه؟ تمام كويس اللي انت قلته ونشوف كتير. الكتروسكوب كلمه معناها انذار الشبكيه. بديل كده انذار الشبكيه لازم نشوف بيه الشبكيه، هو الاسم بس اللي معناه كده. لكن this is an instrument to determine the reflective power of the patients. يعني دي وسيله ان احنا نقول لعين اللي عنده قوس النظر اللي عنده فيه نظر عنده استجماتيس درجه قوس النظر قد ايه النظر دي. This is not used for examination of fundus. وده واحد من اسئله ال MCQ اللي جات لكم مره انك تحط الحاجات دي كلها. ايه اللي في الحاجات دي ما بيستخدمش في examination directly؟ هو الريتروسكوب اللي هو اسمه المستخدم في الكلام. الريتروسكوب is not used to examine directly. خدت الاجهزه دي وفحصت العيان ده في علامات بنسميها non-retinal signs of retinal detachment. والحقيقه كل العلامات دي مش